السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنخدم معكم واحد لابلونط ليبيا. هذه واحد النوع ديال النبات اللي كيتكاثر يعني كيولد كيتزيد كيتزيد. درناه في الارض على اساس اننا نستافدوا منه باش يولد، ومن بعد عاد غادي نحولوه ديبو ديال البلاستيك ولا ديال ساشي البلاستيك، ونقربكم الطريقة بكل بساطة. تابعوا معنا الفيديو إن شاء الله. يلا وكنحيدو هانتوما كتشوفو على راسين ديالها الجدورة ديالها، وهي ولدت بزاف. كديب إذا كنفرقوها حنايا هاد الشكل هذا، فوالا زد عندي لهنا طه. ركزي على هذا اللي كتشوفوها نتوما، دايره بحال 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 الصلاط الاخر ديالها. كنحاولوا ناخذوا وحده على حساب اللي بغيتو ديروا نتوما ولا جوج. فوالا هانتوما ملي كتخرج كتولد ديما هي من الجناب. فوالا كيكون عندنا واحد العدد كبير، مثلا الا درنا هنايا خط ولا جوج خطوط باش يعطيونا بزاف، كيعطيونا عدد كبير. ناخذوا هاد الطرف هذا، هاو هذا كيجي لكم طيرو. فوالا نكبوها واحد شويه هنايا، كنحاولوا نخدمو مزيان، كنقلبو هنا كاين شي حاجه. زيد عندي هنا طهر كزريت مزيان. فوالا كنشدوها بحال هاد الشكل، هادي بحال هكا، لا راسين ديالها بحال هكا، كنشدوها بحال هكا، كنحطوهاش لا، كنخليوها هكا، كنخرجها. هنا كتشد راسها مزيان هكا، هادي هي الطريقة الصحيحة. صافي وكتكون عندنا وحده جاهزه. هذه عاوتاني بدورها كتكاثر كتولد هنا في البوطه كيعمرنا البلان، وكنحطوها نعاود نمشيو نصوبو وحده اخرى. صافي صافي كنشدو اخرى عاوتاني نفس الشكل، نشدو البلان بحال هكا قلت لكم، نحاولو نخدمو. فوالا هاكا ديما مهزوزة لابلونط. فوالا هانتوما كتشتو هدا سيدي فيمي كي قلتلكم ديك المرة، غبار وراق وربيع تيت كومبوستا، كيمتزجو العناصر بيناتهم، كيعطيونا هدا خفيف، الوزن ديالو خفيف، وفي الوقت فيه دي ماتير أورغانيك لي مزيانين. لقاع لي بلونط كيخليهم تيتغداو، لا محتاجو لا لونغري لا والو، هذا ديجا فيه كاع داكشي اللي غيحتاجو، لا تحتاجو لا بلونط. هنا درنا وحده وحده، الا بغينا نديرو واحد لا توف كبيره هنا بحال هكا، هادي مثلا نفرقوها على جوج ممكن، هادي نديرو هادي بحال هكا هكا. صافي
الكاميرا تكون وصلات وان الطريقه ديال ديال هذا الفونت توضحات. حاولوا نضربوا دويره ان شاء الله الرحمن الرحيم وتستمتعوا بهاد المناظر ديال هاد تي بي بينيير وتشوفوا شويه ديال انواع ديال الغرف البيكيني.